تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهنا من ساحة الشهيد حلمي المناعي بساحة باب الخضرة وسط العاصمة، تقف مجموعة من الجمعيات النسوية في مسيرة تضامنية مع النساء الفلسطينيات. جاءوا إلى هنا ولسان حالهن يقول إنهن لا يملكن أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان سوى الوقوف وقفة تحية إكبار للنساء الفلسطينيات الصامدات. حسوا في روحنا معناها خجولات امام ما يحدث. حاولنا من المسيره هذه ان نكسر جدار الصمت، ان نقولوا للنساء الفلسطينيات ما كمش وحدكم، للشعب الفلسطيني حقك في تقرير المصير. المسيره التي خرجت من ساحه باب الخضره وجابت شارع باريس وصولا الى شارع الحبيب بورقيبه ورفعت فيها شعارات مندده بالعدوان الصهيوني على غزه، هي كذلك بحسب بعض المشاركات فيها رساله الى العالم مفادها انهن لن ينسين النساء الفلسطينيات. للأسف نحن قدام عجز كبير، لكن رانا نحن مانيش ناسينكم، ما نعرفش كان ينجم يخلط لهم بتاتر اللي صوتنا ولا اللي خلط لهم اللي نحن قاعد مانيش ناسينهم، لكن المهم على الاخر انه رانا نقولوا للعالم على الاقل اللي نحن رانا ما استنسناش وما تعودناش وما زلنا نخموا في اللي قاعد صاير في غزه الان. المسيرة كذلك وفق أطراف الجمعيات النسوية المشاركات فيها هي حراك نسوي تقاطعي مع جميع النساء دون استثناء ضد كل مظاهر الحيف والتمييز.